صح في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله عن حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل نافلة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته حيث يراه الناس في المسجد 25، يعني 25 ضعف. وصح في الحديث الآخر: من صلى لله 12 ركعة في اليوم السنن بنى الله له قصرا في الجنة. هالسنن إذا صليت بالمسجد رب العالمين بيبني لك قصر بالجنة، بس صليت بالبيت بتضاعف 25 ضعف، يعني 25 قصر لإلك بالجنة. وهالحكي لو بلغته للناس وكل واحد طبقه 5 10 15 20 واحد، شوف كم قصر حيكون لإلك بالجنة بيوم واحد من الأعمال. فانشر تؤجر بإذن الله.